السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا شفتوا البارحة عندي الأرنبة ولدت أخت هذه، وهذه اليوم الصبح شيكت المكان طلعت والدة هذه، هم الظاهر ولدت الفجر أو قبل شوية ولدت، طبعا بنفس المكان. تذكرون البارحة خليت هذا الصوف وكذا حتى إذا تولد تولد بهذا المكان، ولدت بنفس المكان. راح أخذها مخليها بالبيت مع اختها لان هذا المكان حار، طبعا هو ما تصل الشمس بس بالخارج طبعا حاره ما مثل داخل البيت. هذا الشعر مالها، جبت هذا الصندوق خلي اخذ الشعر. ولدت خمسه طبعا مثل ما تشوفون، اثنين لونهم اسود وثلاثه لونهم ابيض. طبعا هذولا ابوهم الاسود اتذكر بوقتها اذا تتذكرون زوجناها مع الاسود. اهم شيء الشعر، هذا الشعر مال امهم. طبعا عندي بعد ارانب حوامل بس ان شاء الله ما يولدون هذه الايام لان اريد اكمل البيت مع الارانب. هذا الباقي راح اخليه بنفس المكان احتياط، اذا صار ولدت عندنا واحدة ثانية راح تولد في هذا المكان. تعرفون الجو حار، فهذا الصوف والشعر مال امهم كافي عليهم هذا لان الجو اساسا حار. هاي مثل ما تشوفون دخلتهم داخل البيت، خليتهم في هذا المكان. وعندي هذه اللي ولدت البارحة اختها، رضعت الصغار مالها طبعا مثل ما تشوفون. شوفوا هذا بطنه ما شاء الله بينين راضعين، هذا الثاني. الصغار يعني دائما من تشوف بطونهم مبين اذا راضع او لا مبين، شوفوا بطونهم ما شاء الله منفوخه مبين راضعين. هذول هم حجمهم صغير، كان عندي هذا ما راضع قبل شوية دخلت رضعتهم. طبعا هي الارنبة دائما ترضع بالليل، بس قبل شوية شفتها دخلت كان عندها هذا ما راضع، وكان اكو واحد ثاني هذا معرف هذا كانوا يرضعون قبل شوية دخلت رضعتهم. هذول اذا تشوفونهم حجمهم صغير بس راضعين مثل ما تشوفون بطونهم. فراح اجيب اختها اخليها بهذا المكان معها، وهذول الصغار يبقون بهذا المكان وهذه صغارها يبقون بهذا المكان. هذه جبتها طبعا لما انقل الصغار بمكان ثاني اول شيء ادخل الام معاهم حتى بس تشوفهم راح تعرف مكانهم تغير او تشتم الريحة مالهم او تشتم الريحة مال الشعر مالها او الصوف، تعرف انه مكانهم صار بهذا المكان حتى لما تريد ترضع او كذا تعرف مكانهم. يعني حاليا راح تطلع هي، ما راح تبقى عندهم اكيد لان مرضعتهم. راح اجيب لها اكل اعطيها اكل، طبعا راح اعطيهم كرافس وجرجير لان هذا يفيدهم، خصوصا الكرافس او الكرفس شوية نشط الدورة الدموية، فدائما بعد الولادة انا اعطيهم خضروات. هذا الاسود طلعته برا لان خليت الارانب داخل البيت، ممكن بالليل ادخله وبالنهار اخليه بهذا المكان لان الارانب انا محولهم بغير مكان تعرفون، والمكان هذا راح نسويه ان شاء الله نسوي لهم بيت. وطبعا البارحة ما رديت على التعليقات تعذرونا لان تشوفون يعني البارحة كنا نشتغل ننقل هذا البلوك فتعبان بشكل، وهاليوم هم راح نكمل ان شاء الله. بعد عندي تقريبا بقد هذا البلوك برا لازم اجيبه وانقله بهذا المكان يتصفط حتى ان شاء الله نبلش نبني الجدران ونسوي بيت الارانب ان شاء الله. وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.